مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الخامسة فيما يلي العناوين. جثمان رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح يوارث ثرى بمقبرة العالية بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة. وزير وشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يؤكد مواقف الجزائر الثابتة في تغليب الحلول التوافقية لحل الأزمات خلال الاجتماع التشاوري ترويكا، ويعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. حاضرة والنقل المدرسي بتيار تتدعم بحافلات لتحسين ظروف التمدرس. وفي النشرة مقاول المستقبل، منصة رقمية لتنمية أفكار ناشئة. في الذكرى 65 لاستشهاد الرمز البطل زيغود يوسف، وقفة لاستلهام العبر من تضحيات السلف ودعوة للحفاظ على رسالة الشهداء للأجيال القادمة. بداية، وري الثرى ظهر اليوم بمربعي الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة. جثمان رئيس الدولة السابق ورئيس مجلس الأمة سابقا المجاهد عبد القادر بن صالح الذي وافته المنية أمس عن عمر ناهز 80 عاما، وقد حضر مراسم الجنازة إلى جانب رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، رئيس مجلس الأمة صالح جوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة، وأعضاء من الحكومة. كما حضر الجنازة كبار المسؤولين في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدون، إلى جانب ممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد في الجزائر وكذا أفراد من عائلة الفقيدة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، السلام عليكم.
لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارحم فقيدنا، اللهم ارحم الأخ المجاهد عبد القادر بن صالح، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم وسع عليه قبره مد بصره، اللهم وسع مدخله وأكرم نزله، واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم اجعله عندك في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم أمنا في أوطاننا، اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا من كل شر وسوء، اللهم احفظها من كيد الكائدين ومكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين، برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ حدودنا واملأ سدودنا، اللهم احفظ حماة البلاد ورعاة العباد. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظه بحفظك، وأيده بتأييدك، وانصره بنصرك، واكلأه برعايتك، ووفقه لخدمة الدين والوطن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. إلى روح فقيدنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. هيا الجزائر. وفي كلمة تأبينية بالمناسبة، ذكر وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا بمسيرة الفقيد وأبرز محطات حياته السياسية، منوها بمساره الحافل بالعطاء الوطني والمتميز وبالتفاني في خدمة الوطن، كما أشاد بالروح الوطنية العالية وبحكمته البالغة في تغليب المصلحة الوطنية في المهام التي تولاها. أيها الفقيد سي عبد القادر بن صالح،
أيها المجاهد عضو جيش التحرير الوطني، أيها الإعلامي، أيها البرلماني والدبلوماسي والسياسي ورجل الدولة، ها أنت إلى جوار رب العزة تلتحق بإخوانك المجاهدين الذين سبقوك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. تغادر هذه الدنيا الفانية ويبقى مسارك الحافل بالعطاء الوطني وتقديم حظ الوطن على حظ النفس، والشواهد على تفانيك في خدمة وطنك أوسع من أن تختزلها الكلمات. لقد شاءت لك مسيرة حياتك بنبض الوطن، فما إن وضعت الثورة المباركة أوزارها حتى مضيت في تحمل مهام ومسؤوليات في مراحل صعبة وأوقات استثنائية عز فيها المضحون. نقف في هذا الموقف المهيب وقفة إجلال وإكبار على روح المجاهد سي عبد القادر بن صالح وكل رفاقه الذين قضوا نحبهم من المجاهدين، وإخوانه ممن نالوا شرف الشهادة من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. في التعاون الدبلوماسي وصل أمس وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة نشاطاته المكثفة بنيويورك في إطار أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث شارك في العديد من الاجتماعات رفيعة المستوى. سونيا غاسيا. اجتماعات رفيعة المستوى شارك فيها رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان العمامرة، لقاءات أكدت مرة أخرى على أهمية المقاربة الجزائرية في حل الأزمات. مشاركة رمطان العمامرة في الاجتماع الوزاري حول ليبيا كان سانحة، أكد فيها على مواقف الجزائر المبدئية والثابتة بخصوص الأزمة الليبية وجهودها المستمرة لدعم الأشقاء الليبيين، مستعرضا في هذا السياق أبرز مخرجات اجتماع دول جوار ليبيا المنعقد مؤخرا بالجزائر. عرض قدمه العمامرة حول الجهود والتدابير المتخذة من قبل الجزائر في مجال مكافحة ومنع العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، وهذا خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بمناسبة الذكرى 20 لاعتماد إعلان برنامج عمل دوربان. وبالمناسبة أكد أيضا على حتمية إنهاء الاحتلال الذي يعتبر أحد مولدي هذه الأفات الخطيرة. مشاركة أخرى للجزائر من خلال رئيس دبلوماسيتها رمطان العمامرة في الاجتماع الوزاري التشاوري بين ترويكا رئاسة القمة العربية التي تضم تونس، الجزائر والمملكة العربية السعودية مع أعضاء مجلس الأمن الأممي لبحث الأزمات في المنطقة العربية، حيث جدد فيها العمامرة استمرار الجزائر في الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب التي تناضل لاسترجاع حقوقها وتقرير مصيرها وعلى رأسها القضية الفلسطينية. وعلى هامش أشغال الجمعية العامة لقاءات ثنائية جمعت العمامرة بعدد من نظرائه من كل من فرنسا، الغابون، النرويج ومالطا، شكلت فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية وأفاق ترقيتها وكذا التشاور والتنسيق حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة بما فيها تلك المتعلقة بقضايا السلم والأمن والتنمية المستدامة. خالد حاج العليا. عقد وزير الشؤون الخارجية رمضان العمامرة محادثات مع نظيره الفرنسي جون إيف لودغيان، تناولت العلاقات الثنائية وسبل ترقيتها على ضوء الاستحقاقات الثنائية المقبلة، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول أبرز المسائل المطروحة في جدول أعمال الجمعية العامة ومجلس الأمن إلى جانب مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية.
العمامرة جمعته أيضا مشاورات مع نظيره الجابوني باكو موبيلي بوباي، حيث تطرق الطرفان إلى التعاون الثنائي بين البلدين وسبل ترقيته، وكذا مستجدات الأوضاع على مستوى القارة الإفريقية، تمهيدا لعضوية الجابون في مجلس الأمن العام المقبل. هذا وركزت المحادثات التي جمعت وزير الشؤون الخارجية ووزيرة خارجية النرويج حول سبل تدعيم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وكذا التشاور والتنسيق لتعزيز التطابق القائم حول مواقف البلدين شأن أهم القضايا الإقليمية والدولية وسعيهما المشترك لترقية الحلول السياسية والسلمية للأزمات في ظل احترام الشرعية الدولية. العمامرة تحدث أيضا مع نظيره المالطي، حيث استعرض الطرفان العلاقات الثنائية المبنية على الصداقة والتعاون، كما تناول بالنقاش أبرز التحديات المشتركة في منطقة البحر المتوسط بما فيها الأوضاع في ليبيا وأفاق العملية السياسية لإنهاء الأزمة في هذا البلد الجار. إلى الانتخابات المحلية المقبلة، حيث ترفع المرأة بتمنراست رهان المشاركة في تسيير الشأن المحلي، تقول نسمة يعقوبي. شهرزاد لطالما أثبتت وجودها ضمن الهيئة الناخبة، هي اليوم تراهن على أن تكون منتخبة في المحليات القادمة بتمنراست. شهرزاد تطرق الأبواب من أجل إقناع النسوة وكسب ثقتهن. نحن كمترشحين نخدم ولاية تمنراست بصفة عامة، ونخدم المرأة الهجارية بصفة خاصة، ومدابينا نحن نحفزوها باللي تخرج الانتخابات بقوة وبكل شفافية، وتكون فرحانة وترفع راسها لفوق باللي راهي مرأة جزائرية وعندها وطنيتها الخاصة وعندها حقها الدستوري الخاص في الانتخابات. ولأن المرأة في تمنراست سجلت حضورها في جل الاستحقاقات الوطنية الهامة، فإن شهرزاد تعول عليهن كثيرا من أجل الحصول على التوقيعات. نعو شبابنا يبقوا تهم يتقدموا الانتخابات ويخدموا كوارطهم ويمشوا ينتخبوا بصوت عالي. أدور المرأة، المرأة كما قلت لك هنا ماذا بها توعي ولادها، توعي بناتها، وتوعي جيرانها، وتوعي تروح تفوتي بقوة. مين هي تفوتي صح ولا تمرس؟ المرأة عندنا هنا كلش إلا الفوت ما تلعبش لها. نتمنى ويديروا لنا يعني ناس مام كيما اللي فاتوا، يوعدونا ما شفنا وعود ما شفنا شيء. نتمنى راجل اللي داخل يحكم فينا يبين لنا تمنراست جديدة كيما الجزائر الجديدة. محليات تشكل المرحلة الهامة سواء للهيئة الناخبة أم المنتخبة، لأن الأهم تكريس المزيد من التنمية لبناء الوطن وأحداث التغيير. وشباب قسنطينة هو الآخر يسعى إلى الترشح للمحلية المقبلة بكل عزم وتحد لرسم غد مشرق. أمينة بعطوشة. من مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يبدأ التحدي بالنسبة للراغبين في الترشح بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات. قطعنا كل التسهيلات، هزينا الاستمارات، درك بقات علينا احنا الميدان والتعمار تاع الاستمارات. ان شاء الله يا ربي نكسبوا ثقة المواطنين. درك نبداو الاستمارات، نحضروا الاستمارات ونحضروا الدخول الى المعترك السياسي. جمع التوقيعات ليس بالأمر الهين. هذا الشاب الراغب في الترشح قرر أن الخطوة الأولى لدخول غمار المنافسة تبدأ بإقناع شباب حيه، معتبرا إياهم اللبنة الأساسية التي يستمد منها برنامجه الانتخابي في الميدان في حال قبوله. بديت بالمنطقة الجامعة كنت اسمها لونتوراج اللي داير بيا، نعرفهم ليه، نعرف الشباب، نعرف وش يحتاجوا وش ما يحتاجوش، وش هو اللي خاصهم وش هو اللي موش خاصهم. نبدا بالاهل المنطقه تاعي، نبدا نلم عندهم الاستمارات ونبدا نجمع التوقيعات تاعهم، باسكو هما عانوا كما عانيت انا شاب هما شباب.
نظرة الشباب اليوم للمستقبل نظرة شباب فاعل يرغب في تغيير وضعه إلى ما هو أفضل، والفرصة قادمة. في ليجي إن شاء الله، إن شاء الله يشوف معليجة، إن شاء الله يشوف كيف نقولها كيف يعاود يخدم خدمة كيف نقولها تاع خدمة تكون كيف نقولها راه يعاون بها المجتمع اللي راهو فيه درك بعد. نتمنى وحنا الأولاد هادو تاعنا اللي قاعدين بلا خدمة كيف نقولها يديروا لهم هكا مناصب عمل كيف نقولها باه يخدموا على رواحهم. فكسب مسيرة التغيير تكون بالمشاركة الإيجابية. في جديد الوضعية الوبائية في بلادنا، تم تسجيل 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات خلال 24 ساعة الماضية، فيما تماثل 139 مريضا للشفاء حسب بيان لوزارة الصحة. واستعداداً للدخول الجامعي، نظم اليوم بمقر وزارة الصحة لقاء بين وزيري الصحة والتعليم العالي، أكد خلاله أن الحملة المرتقبة لتلقيح الطلبة وعمال قطاع التعليم العالي ضد فيروس كورونا تهدف إلى تحصين المجتمع من هذا الوباء، حيث ستشمل كل الجامعات على المستوى الوطني. إذا حبينا نحمي أولادنا نلقحوا أنفسنا، لازم الكبار أولياء، لازم الأباء والأمهات، لازم، لأن الفيروس ممكن يكون عنده الفيروس خارج البيت. إجراء عملية التلقيح ضد كوفيد، ضد فيروس كوفيد 19 بالنسبة لكل الأفراد الأسرة الجامعية من أساتذة وعمال وطلبة، وبالتنسيق مع وزارة الصحة فقد أعطيت التوجيهات اللازمة للسادة مديري المؤسسات الجامعية والبحثية والخدماتية للشروع في العملية وتسريع وتيرة التنسيق مع مديري الصحة، مديريات الصحة على مستوى الولايات. صحيا دائما تقترب أشغال إنجاز وتجهيز مستشفى عين مران ومستشفى مكافحة الأمراض السرطانية بشلف، تقترب من الانتهاء لتسليمهما في أجالهما المحددة والتي من شأنها أو من في أجالهما المحددة والتكفل الأمثل بالمرضى، يقول محمد أمين بوتومية. لضمان تغطية صحية أكبر بالجهة الشمالية لولاية شلف، تبدأ عملية تجهيز مستشفى 60 سريرا ببلدية عين مران بعد استكمال أشغال إنجازه. فيها مختلف التخصصات الموجودة داخل مؤسسة استشفائية، منها مصلحة تصفية الدم، مصلحة الاستعجالات الطبية الجراحية، مصلحة الولادة، ومصلحة الجراحة والطب الداخلي. المستشفى عين مران راح يدخل حيز الخدمة إن شاء الله في السداسي الأول لسنة 2022. والإضافة النوعية بولاية شلف ستكون باستلام مشروع إنجاز مستشفى مكافحة الأمراض السرطانية الذي تعرف الأشغال به وتيرة متسارعة. هو ذو صبغة جهوية يحتوي على 140 سرير، فيه كل التجهيزات اللي نقدروا نصيبوها نلقاوها داخل مؤسسة بهذا الحجم. فيه تداوي بالأشعة عن طريق الإكسيليراتور والعدد تاعها 3 إن شاء الله. عندنا مصلحة جراحة الأورام، عندنا مصلحة طب الأورام الأونكولوجي، وعندنا مصلحة الطب النووي، بالإضافة إلى مصلحة المخبر ومصلحة الأشعة. هو مجهز ثاني بإيارام وإنسكانير. مركز مكافحة السرطان يدخل إن شاء الله حيز الخدمة في السداسي الثاني لسنة 2022 إن شاء الله. والرهان مستقبلا سيكون باستقطاب تأطير طبي متكامل يضمن الخدمة التي يتطلع إليها المواطن هنا. تحسيناً لظروف التمدرس، استفادت 29 بلدية بولاية تيارت من حافلات للنقل المدرسي على غرار بلدية عين بوشقيف. نور الدين قاسمي. يعود التلاميذ القاطنون بمزرعة بالخاوة عيسى بعين بوشقيف إلى مدرستهم، وقد خفت عنهم المشقة بفضل حافلة النقل المدرسي الجديدة هذه. ما مجيناش البس، نروحوا نمشوا، والله غير نروحوا نمشوا، البرد لا، والدينا يبدأوا يطلعوا علينا لو وصلنا ولا ما وصلناش. خارج السبعة
كي نركبوا حنايا الضيق ما تقدناش، حنا كاع هنايا راهم يسكنوا عليا بصح حنا ما تقدناش. فرحت انا كي طاونا هذا البيس ضروا كي جينا طولنا فرحانين بزاف. الحمد لله حنا عطيك جينا لوليداتنا يسترهم على البرد. والسلام عليكم بالحاره يليق يكون هذا النقل دائما هنا عند ذراري. الوضع مماثل بالعديد من البلديات الاخرى بعد استلام حافلات ستساهم في تحسين تمدرس التلاميذ وتخفيف أعباء الصيانة على الجماعات المحلية. ما يفوق 400 تلميذ اللي تنقلوا خاصة قلت لك في المناطق المعزولة، لكن من السنة الماضية والسنة إن شاء الله راح نقضوا نهائيا المشكل هذا تاع النقل تاع التلاميذ. هذه الحافلة التي استفدنا منها اليوم ستوضع في الخط الذي ربما نعاني منه كثيرا. توزيع 30 حافلة للنقل المدرسي ستحل أغلب الوضعيات التي كانت مطروحة وتشارك في ضمان تحسين ظروف تمدرس التلاميذ وفي أمنه. للإشارة تتوفر حظيرة الولاية حاليا على 309 حافلات للنقل المدرسي. ولتنمية قدرات ناشئة أطلقت الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بالشراكة مع مديرية التربية الجزائر غرب مبادرة تهدف إلى تأطير وتكوين التلاميذ أصحاب الأفكار الخلاقة ومرافقتهم قصد إعداد مقاولي المستقبل. نجوى الأخضر قريقة. كي يكون عندكم مشروع ديروه في حياتكم، واش لازم يكون عندنا في الخطوة الأولى؟ فكرة. خيبية فكرة، من بعد بعد الفكرة واش عندنا؟ الإيمان بها. تخي بيا، من بعد شو يكون عندنا؟ مساعدة. قبل المساعدة وش قلنا؟ قلنا التعلم. تعلم والتخطيط. تخي بيا، من بعد المساعدة. كيف يمكن لفكرة خلاقة أن تصبح مشروعاً ناجحاً؟ هذا ما يشرحه الأساتذة للتلاميذ المتفوقين المختارين للاستفادة من تأطير وتكوين الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية والتي أطلقت دليل المقاول الصغير كحاضنة للأفكار. وأريد أن أصنع أن أجسد فكرة وهي أن أصنع حديقة للحيوانات. أصبح مديرة أعمال ناجحة وتساعدني العائلة والشريكة. المنصة هذه فيها جانب للأطفال ونحن يتبعوا المشاريع تحهم، يعني مرحلة تطور المشاريع، وفيها الجانب الوكالة الوطنية للتنمية ودعم المقاولاتية. وبالموازاة مع البرنامج الدراسي السنوي عملت مديرية التربية جزائر غرب بالتنسيق مع الوكالة على وضع برنامج إضافي بحجم ساعي مدروس لا يؤثر على القدرة الاستيعابية للتلاميذ. تنشئة جيل جديد يتحمل مسؤولية ويتبنى أفكاره ويستطيع أن يجسدها في أرض الواقع يجسدها في مشاريع صغيرة. تشجيع الأطفال على روح المبادرة والإبداع والابتكار وتحفيزهم على الولوج إلى عالم المقاولاتية بتحمل المسؤولية وتعزيز روح الادخال لديهم. تلميذ اليوم مقاول المستقبل، مبادرة تحفيزية تشجع الابتكار وتحتضن الأفكار. انتقل إلى رحمة الله المجاهد سيسي أحمد عن عمر ناهز 87 عاما. وأمام هذا المصاب تقدم وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا بخالص تعازيه لعائلة المجاهد ورفاقه في الجهاد، مؤكدا أنه برحيله تكون الجزائر قد فقدت إحدى قامات الثورة التحريرية. ويعد الفقيد وهو من مواليد ولاية برج بوعريريج من الرعيل الأول لمجاهدي جيش التحرير الوطني، حيث التحق بالثورة التحريرية سنة 1955 وشارك في عدة معارك وعمليات عسكرية ضد الاستعمار. إن لله وإن إليه راجعون. وفي الذاكرة التاريخية أحيت ولاية قسنطينة وسكيكدا الذكرى 65 لاستشهاد رمز البطل زيغود يوسف. وبالمناسبة تم تنظيم زيارة إلى مركز التعذيب إبان فترة الاستعمار إلى جانب ندوة حول المسار الثوري للبطل زيغود يوسف. أمين بعدوشة. في هذا القبو الذي لا تتجاوز مساحته 5 أمتار حشر وعذب آلاف الجزائريين، ومنهم المجاهد أحمد الذي لا يزال يتذكر التعذيب الذي عاشه في هذا المركز للتعذيب ببلدية زيغود يوسف. هذاك المحشر حطوه في 70 رقبة حطوه تم الكل، احنا عذبونا، داروا فينا المنكر، انا تقرب الدرع.
اليوم نقف مع القائد الشهيد الرمز زغود يوسف في الذكرى 65 لاستشهاده بولايتي قسنطينة وسكيكدا، الولاية التاريخية الثانية حيث ارتقى شهيدا في ميدان الشرف. نحييها باستذكار تلك القيم والمبادئ واستحضار تلك المآثر الماجدة التي تعد القوة التي تحرك الهمم وتدفع بها إلى العلا وتنير سبيل الأجيال لكسب معركة الحاضر والمستقبل. زيرود يوسف عندما نحتفي به فنحن نحتفي بجيل كامل في الحقيقة من أولئك المجاهدين، أولئك الشهداء الذين أنجزوا ملحمة الاستقلال. فالأجيال اليوم تحتاج إلى أنها تعرف هاد الرجال وتتقرب منهم وتعرف شخصيتهم. يموت الرجال ليحيا الشعب في كنف الحرية والأمان وينعم بالاستقلال، وما علينا إلا استكمال مسيرة البناء. أصدرت المحكمة الجنائية للدار البيضاء حكماً يقضي بأربع سنوات سجناً نافذاً ضد علي غديري المتابع بتهمة المشاركة في إضعاف معنويات الجيش الشعبي الوطني وقت السلم. كما قضت المحكمة بعشر سنوات سجناً نافذاً ضد حسين قاسمي الماثلي في نفس القضية والمتابع بتهم التزوير واستعمال المزور وانتحال صفة وتوصيل معلومات إلى جهات أجنبية وإحباط معنويات الجيش الوطني الشعبي مع حرمانه من حقوقه المدنية. دوليا وفي الشأن الفلسطيني، اقتحم اليوم مئة المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بدعم من قوات الشرطة الإسرائيلية. وبالضفة الغربية المحتلة عمدت قوات الاحتلال إلى تنفيذ حملة اعتقالات واسعة. حافظت أسعار النفط على مستواها اليوم بفضل نمو الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية. وقبل منتصف النهار استقر خام القياس العالمي برنت للعقود الآجلة تسليم نوفمبر عند 76 دولارا فاصل 15 للبرميل بلندن، منخفضا بنسبة 0.05%. ونختم بجولة عبر جنبات المتحف الأثري بيتي بازا الذي يضم شواهد أثرية وتحف نادرة تسرد تاريخ الحضارات المتعاقبة على الجزائر. دليلنا في الزيارة حنان بوريو. عندما ندخل متحف تي بازا الأثري فإننا نسافر إلى عالم من الإبداع والروائع الإنسانية الخالدة. فهنا تعرض فسيفساء متقنة الإنجاز وفخاريات جابت مدن المتوسط لجودتها. أما هذه المنحوتات الرخامية فهي تحاكي الأساطير الخيالية القديمة. المجموعة الأثرية هذه جات من المواقع الأثرية للمدينة اللي هم الحظيرة الغربية، الحظيرة الشرقية وحظيرة الضريح الملكي الموريتاني. اللغة الأثرية المحفورة عليها أعطتنا فكرة جيدة على طبيعة الناس اللي عاشوا في مدينة تي بازا، نمط حياتهم، أسلوب حياتهم. تبقى هذه المجموعة الزجاجية بمختلف الألوان والأحجام والاستعمالات أندر التحف الأثرية المعروضة. هذا المتحف يحتوي على أثاث جنائزي استخرج من المدينة الرومانية. طبيعة الحال احنا عن طريق الأموات استخرجنا حياتهم اليومية. إذن التاريخ هنا بدأ في مدينة بازا في القرن الخامس قبل الميلاد من طرف الفينيقيين الذين أتوا من قرطاجة وأسسوا هنا مرافق للتزود بالمواد الأولية أو بتبادل التجارات. هذه اللغة النادرة مصدرها مدينة تي بازا الأثرية المصنفة ضمن التراث العالمي المحفوظ لليونيسكو. وبهذا نكون قد وصلنا إلى الختام. قبل أن نفترق تذكير بالعناوين: جثمان رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح يوارى الثرى بمقبرة العالية بحضور رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وكبار المسؤولين في الدولة.
وزير شؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج يؤكد مواقف الجزائر الثابتة في تغليب الحلول التوافقية لحل الأزمات خلال الاجتماع التشاوري ترويكا، ويعقد سلسلة من اللقاءات التشاورية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. حظيرة النقل المدرسي بتيارت تتدعم بحافلات لتحسين ظروف التمدرس. وتابعنا في النشرة مقاول المستقبل، منصة رقمية لتنمية أفكار ناشئة. في الذكرى 65 لاستشهاد الرمز البطل زغود يوسف، وقفة لاستلهام العبر من تضحيات السلف ودعوة للحفاظ على رسالة الشهداء للأجيال القادمة. شكرا لكم على كرم الإصغاء والمتابعة. ألقاكم بخير.